بعدما كان الطب الصيدلة وجراحة الأسنان من التخصصات التي يفضلها الطلبة الجدد خاصة المتفوقين، ليصبح مؤخراً الذكاء الاصطناعي من أولويات هؤلاء الطلبة. طموحاتي أن أواصل في مجال العلم الآلي والذكاء الاصطناعي في الجزائر وفي الخارج، لكي نتمكن من أن نأتي بالعلم النافع من الخارج ونستثمره في الجزائر. نحوس التخصصات اللي رانا حابين نديرهم، بالك حنا شغل مهتمين مجال الإعلام الآلي، بالك حابين نديروا المدرسة العليا للإعلام الآلي ولا الذكاء الاصطناعي، يعني كان عندنا نفس الرغبات نوعا ما، نفس الأفكار المتبادلة بالعجل هذه، بالك التصديق للمقرب. الحمد لله، فرحة النجاح كانت فرحة هستيرية عارمة تقاسمتها مع أفراد عائلتي. الشكر يعود للوالدين اللذين كانا هم السند وداعمي ومحفزي طيلة مشواري الدراسي. صراحة نتيجة يعني خياري الجامعي لم تحسم بعد، أني مع فرحة النجاح لم أحدد بعد مشواري الجامعي، ولكن إن شاء الله بين كلية الطب والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي. المعاهد والمدارس العليا المستحدثة في تخصصات الذكاء الاصطناعي أحد أبواب الانفتاح على عالم التكنولوجيا المتطورة لما توفره من مناصب شغل حسب المختصين. فعلا في سنوات سابقة كانت تخصصات العلوم الطبية بأنواعها الثلاثة، الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، تستقطب أغلبية حاملي شهادة البكالوريا بعلامات جيدة ولا بتفوق ولا بتقدير جيد وجيد جدا، إلا أن الآن المعادلة انعكست، إنشاء مدرسة للذكاء الاصطناعي وكذلك مدرسة للأمن السيبراني، وهذا كله يدخل في إطار مواكبة مثل ما قلت التطور الحاصل في الرقمنة. بالآخر كاين هذا الفرص اللي هي راح تخلي الطالب أنه يثبت وجوده خلال مساره الدراسي، ثم أنه مستقبلا رايح يوجد فرصة في سوق العمل. التوجه الجديد للبلاد في مواكبة التطور الحاصل في مجال الرقمنة لما له من أهمية للاقتصاد الوطني، جعل المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي الأكثر استقطابا للطلبة المتفوقين في شهادة البكالوريا خلال السنوات الأخيرة.